بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين الأفاضل. اليوم لكم خبر كلش مفيد ومهم، وطبعا خبر سار ومفرح للاجئين الموجودين في تركيا. طبعا هذا الخبر ما يخص فقط العراقيين، يعني أكو ناس نشروه بالفيسبوك ونشروه غير مكان أنه للاجئين العراقيين فقط، وإنما مو بس اللاجئين العراقيين، لا اللاجئين حتى السوريين حتى من غير دولة، زين كلها راح تمت الموافقة. طبعا هي البارحة صرحوا انه فقط العراقيين، لكن تمت الموافقة من قبل الحكومة التركية على كل اللاجئين الموجودين في تركيا. الخبر كما ورد حسب القناة زيكو او زينكو زيكو هيش اسمها قناة، وقناة جوزان همينة اعلنت عليها، وتي ار تي اللي بالعربي القنوات التركية أعلنت وزيرة عراقية يوم الجمعة يعني يوم أمس الحصول على موافقة مبدئية من الحكومة التركية تقضي بعدم إجبار اللاجئين العراقيين المرفوضة طلبات لجوءهم من منظمات الأمم المتحدة على العودة إلى بلادهم. جاء ذلك في بيان لوزير الهجرة والمهجرين في الحكومة العراقية إيفان فائق جابرو على هامش لقائه مع وزير الداخلية التركي سليمان سويلو في إسطنبول. وقال البيان إنه تم استحصال الموافقة المبدئية من الحكومة التركية على السماح لطالبي اللجوء العراقيين المسجلين لدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة الراغبين في الإقامة في تركيا بعد أن تم رفض طلبات لجوءهم. وتحدث البيان، يعني شنو هذا ورا ما خلينا نقول يرفض، يعني أنت مقدم لجوء ورفضت، يعني تم الرفض طلب اللجوء مالتك. يتحدث بيان شو يقول لك؟ تحدث بيان عن إمكانية السماح لهم اللاجئين يعني تحويل إقامتهم من اليو إن إلى إقامة سياحية أو عقارية إذا كان عنده عقار، وعدم إجبارهم على العودة وإلغاء المنع لمدة 5 سنوات من دخول تركيا لكل من يرغب بإغلاق ملف اليو إن. طبعا هذا المصدر هو بالأصل من الأخ السوري يوسف الملة اللي هو طبعا دائما يتابع أخبار اللاجئين، زين. فالكل حال يعني هسه مخلص الحكي انه اللاجئين الموجودين في تركيا العراقيين، طبعا هسه الحكي هذا كله يخص كاتب لك العراقيين، انه الموجود اللاجئ العراقي في تركيا الى حق يغلق الملف حتى لو ما مرفوض. يعني انت بعدك ما مرفوض وتريد تغلق الملف مالتك وتحوله الى اقامه سياحيه او عقاريه اذا كان عندك عقار، فمساله طبيعيه. قبل كان شو يسوون؟ انت مثلا غلقت الملف مالتك مالت اليو ان، راح يعطوك مهله شهر تروح تكسر الحدود خارج تركيا بالنسبه للعراق، يعني ترجع تكسر الحدود ثم ترجع لك خلال هذا الشهر وتقدم اقامه طبيعيه. اكو ناس سوت سدت الملفات مالتها طلعت خارج تركيا، تاخرت عن الشهر، مو يعني ورا الشهر ورجعت، لا بقى شهرين او ثلاثه، فصار عندهم منع لمده 5 سنوات. جماعه المنع ال5 سنوات المعلومات اغلبهم قالوا يبدل حرف ويرجع يسوي اقامه، يغير الجواز مالته، ومن الحكي هذا كله حكي كله كذب، ما حد يعني يكشفون بالبصمه راح يكشفون وراح النوبه تروح يدقوهم منع دائمي، زين. بالنسبه الشغله الصحيحه هي انه يقدم طلب لرفع المنع من السفاره التركيه اللي موجوده مثلا اذا في العراق، في العراق هو في مثلا سوريا، في اي مكان في اي بلد تطلب رفع المنع خلال 45 يوم يردون عليك ان شاء الله يعني بالقبول. هذا كان يعني النظام مالتهم. حاليا انت من راح تغلق الملف مالتك اذا انت اول ما جيت تركيا مقدم يو ان خلال 10 ايام من اقامتك، يعني اول ما دخلت اقصد من دخولك الى تركيا خلال 10 ايام وقدمت على اليو ان، ماكو عليك اي اشكال، يعني ما تغادر الحدود التركيه، تبقى بداخل تركيا وتتحول الاقامه مالتك الى اقامه سياحيه وعقاريه. في حاله انت الجوازات مالتك، لنفرض جوازاتك منتهيه، انت صار لك كل على اليو ان وجوازك منتهي، مو مشكله تاخذ ورقه وتقدم طلب من القنصليه التركيه الموجوده في اسطنبول بتجديد الجوازات، مساله طبيعيه، خلي تتاخر شهرين وثلاثه بس تكون شغله رسميه اصوليه. تريد انت تغادر تقول انا اروح للعراق واكمل جوازاتي، مثلا اكمل الجوازات واجي واقدم على الاقامه بعد المنع، ماكو يعطوك موافقه انه ماكو منع تخرج خارج تركيا، تكمل امورك تكمل جوازاتك وترجع الى تركيا حسب الاصول وتقدم على الاقامه، زين. ناس سالوني انه اللي يشتري عقار، مثلا اكو ناس يقول لك انا اشتري مقدم يو ان واشتري عقار ياثر على هذا الملف مالتي،
اخوان ما ياثر. يعني اذا انت مقدم وجيت اشتريت مثلا فد شقه وقعدت سكنت بيها باسمك، ما ياثر عليك، ما له علاقه بشغله اليوان. يعني باشر عقبه يطلع لك الاستيطان تطلع انت، لانه انت من جيت كلاجئ الى تركيا، انت ما جيت اخويا مجدي، انت جاي بفلوسك، جاي براتبك، جاي انت متهدد، يعني انت عندك ظرف تهددت بيه بالعراق، فانت مو مجدي اخوي. احنا العراق بلد الخير، انت تهددت، ظرف عندك ظرف بالعراق وتهددت وجيت دخلت الى تركيا وقدمت الى لجوء، سواء لجوء انساني، لجوء سياسي، فتعرفون ظروف العراق. فانت بفلوسك من تجي تشتري شقه ما حد يقول لك انت ليش انت اشتريت شقه وانت ليش جاي لاجئ، فانت مو مجدي، بفلوسك اخويا انت اشتريت، ما حد يقول لك، خاف واحد يقول لك ياثر عليك وياثر على الملف، ما ياثر على الملف. انا اعرف ناس مقدمين على اليو ان موجودين على اللجوء بتركيا وعندهم شقق وعندهم املاك ويستلمون راتب حسب الاصول من منظمه الكازلاك، يعني السوسيال او الكازلاك، منظمه الكازلاك اقصد، عن طريق السوسيال وطريق هارك بانك اللي خاص بالامم المتحده. فهذا كله حكي، انت جاي هنا لاجئ على عيني وعلى راسي، انت عندك فلوس تريد تشتري شقه ما ياثر على الملف مالتك. اكو ناس عندهم شقق طلعوا لامريكا، صار عندهم استيطان لامريكا، طلعوا اجروا شققهم او بقوها مغلقه، باكر عقبه يحصل الجرين كارت ويرجع يدخل تركيا كسياحه يعجبه مثلا. زين، فاحنا هسه الحكي مالنا اليوم على شغله اليو ان، ولك حق انه تبقى تركيا تسويها اقامه سياحيه او عقاريه. هذا الحكي كله للعراقيين. البارحه الحكومه التركيه اطت موافقات حتى للسوريين او الافغان الموجودين داخل الاراضي التركيه في حاله مثلا رفض الملف مالته الى حق يقدم اقامه عقاريه، يقدم اقامه سياحيه، يعني اذا عنده عقار يشتري حسب الاصول. هذا كل ما هنالك بقانون اللي صدر من الحكومه التركيه. طبعا الصدر هو القرار يوم امس يوم الجمعه صدر القرار، وراح يطبق القرار من يوم الاول من شهر 12 ان شاء الله، من قانون الاول، يعني اول قانون الاول راح يبدي هذا القرار يتم التنفيذ، يعني مو هسه، يعني انت هسه من تغلق الملف مالتك عندك اشكالات، احتمال اكو بعد ما صار، يعني يضبطون الامور مالتهم وينفذون هاي الطلبات، يراجعون الملفات كلها من يوم الاول من قانون الاول ان شاء الله. فعلى كل حال اخواني، هو هذا الموضوع اليوم حبيت ابلغكم به، واي شخص عنده استفسار انا حاضر بالتعليقات، وخلي رقم الهاتف موجود ان شاء الله بصندوق الوصف، اللي يريد يتصل بيه فايبر او واتساب همنا موجود. اليوم طبعا اللي هو السبت عندي عوائل راح استقبلها، فما اقدر اطول عليكم الحديث، اخاف ما ارد على تعليقاتكم حاليا، بالليل ان شاء الله ارد على التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.